ذنب طارق المعظم أيده الله وضيفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى ساحة قصر العلم العامر بمسقط إذانا لبدء مراسم الاستقبال الرسمية لفخامة الضيف. هنا ونتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة الآن من مسقط وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط والمراسم الاستقبال الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سوف يلتقي شقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان في مستهل جولة خليجية يبدأها سيادة الرئيس بالمحطة الأولى في سلطنة عمان وبعد ذلك إلى مملكة البحرين. نتابع مع حضراتكم هذه المراسم واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة العمانية مسقط. هذه الساحة أيضا اصطفت كوكبة من الفرسان للاستقبال لدى وصول الموكب المقل لجلالته وفخامة الضيف. إذن أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، هذه الزيارة التي بدأت قبل قليل والتي تكتسب أهمية خاصة على العديد من الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذه الزيارة التي تترجم مستوى العلاقات المتينة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتعزيزا لمسيرة التعاون المثمر. يعتلي القائدان منصة الشرف لتعزف الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. إذن هكذا صدحت الأبواق ترحيبا بضيف سلطنة عمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فيما يعتلي القائدان منصة الشرف لتعزف الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. Thank you.
وهكذا عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامة الضيف. وفي هذه اللحظات يصافح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين، مرحبين بفخامة الضيف ومرافقيه، فيما يصافح حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعزه الله الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، مرحبا جلالته بهم في سلطنة عمان. وتمتعت أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون العلاقات الدبلوماسية بين مسقط والقاهرة بالانسجام والتوافق في العديد من الرؤى التي تصب في مصلحة البلدين والأمتين العربية والإسلامية نتيجة ثمرة التشاور والحوار البناء والتوافق على تغليب الحوار والركون إلى السلم في حل القضايا والصراعات في المنطقة والعالم، كما كان للمشاريع المشتركة بين الطرفين بالغ الأثر في تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي والاستثماري ضمانا لعلاقة مزدهرة ومؤسسة لمستقبل واعد بين البلدين الشقيقين. وتسعى سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية من خلال المباحثات التي سيجريها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته إلى سلطنة عمان إلى توثيق هذه العلاقات النموذجية والمضي بها إلى آفاق أرحب وأوسع. وعلى الصعيد السياسي بين البلدين الشقيقين دأبت سلطنة عمان على تسجيل مواقف إيجابية إزاء عدد من القضايا الداعمة لمصر، من بينها مفاوضات سد النهضة والتي أكدت فيها السلطنة وجوب التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع دول الأطراف، بالإضافة إلى توافق الرؤى السياسية بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية والدولية بفضل الانسجام والتشاور والتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك. وأثمرت الجهود المبذولة من قبل اللجنة العمانية المصرية المشتركة خلال الفترة الماضية إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم. إذن في هذه اللحظات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وضيفه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبادلان الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في خدمة ومصلحة الشعبين الشقيقين. كلل الله تعالى جهود القيادتين الحكيمتين بالتوفيق وأعانهما على ما فيه الخير والرخاء لبلديهما وللأمتين العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب. كما ساهمت الزيارة الأولى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في فبراير من عام 2018 في تعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المثمر بينهما.
مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هكذا نقلنا لكم من قصر العلم العامر بمسقط مراسم الاستقبال الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، حتى نلقاكم في مناسبات أخرى. تقبلوا منا وافر التحايا، وهذه تحياتي محدثكم علي بن حسن العجمي وزميلي أحمد بن حافظ العامري والمخرج سعيد بن تمان